معلق احمد الطيب علق على موضوع ايقاف برنامج خالد غندور الزمالك اليوم من خلال صفحته الرسميه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وقال: غدا الاثنين موعد لقاء مع كابتن خالد الغندور على قناه المحور في الزمالك اليوم، لكن منذ قليل تم ايقاف البرنامج لمده شهر. عموما وانا في اجازه قصيره الى مصر وجدت ان شباب كثيرين يعودون الى منازلهم مبكرا قبل الساعه 11 لمتابعة البرنامج بخالد وأحمد جمال، وسط فرحة وسعادة ورضا ليس لهم مثيل، وكذلك في الخليج الآن عودة إلى السهر حتى 4 فجرا والنوم في اليوم التالي حتى 4 عصرا إلى أن يعود بث البرنامج من جديد. ربنا كبير. ده كان تعليق أحمد الطيب. وحاجة غريبة هنا، أحمد الطيب إن شايف إن برنامج خالد غندور وأحمد جمال بيقدموا رسالة، يعني بيخلوا إن الشباب بدل ما يخرج ويسهر ويعمل حاجات غلط بره مثلا يرجع البيت بدري يتفرج على خالد الغندور، مش بس في مصر لا ده في الخليج كمان. يعني الراجل قال لك كده، يعني حتى مجلس اعلى الاعلام حرم الشباب من شيء مفيد ليهم. يا سلام يا اخي على موضوع يدي الموضوع اكبر، يعني الناس الشباب بيجوا يقعدوا يتفرجوا على خالد الغندور في كافيه، يتفرجوا على خالد الغندور على اي كافيتيريا، ايه المشكله يعني؟ لازم يروحوا بدري، لازم يدي موضوع اكبر. ما هي خساره، بيقدم قيمه، والمجلس الاعلى للاعلام حرم البلد من القيمه دي يا كابتن طيب. بصراحه يا جماعه في اعلامي فاجئني بصراحه، يعني كنتش اعرف صفحته على، يعني بالصدفه عرفت او موقعه على تويتر ودخلت لقيته تويتاته جامده قوي مع مرتضى منصور، يعني بيهاجم مرتضى منصور بضراوه. الاعلامي ده كلنا اكيد هنعرفه، هيجي دوره دلوقتي. هنتكلم مع حضراتكم في البداية إبراهيم فايق لما استضاف مجدي عبد الغني. مجدي عبد الغني طبعا اتكلم وفتح حوارات، بس في جملة قالها ممكن مرتضى منصور يعني ياخدها عليه، يعني ممكن مرتضى منصور بعد ما كان بيطبطب على مجدي عبد الغني ومصطفى يونس علشان هجومهم على مجلس إدارة النادي الأهلي والخطيب ودفاعهم واخدين صف تركي آل الشيخ، مرتضى منصور إبراهيم فايق بيقول له يعني محدش فيكم رد على مرتضى منصور، يعني بخصوص انه قال لك انا عايز ذكر وعايز واحد راجل بشنب يطلع ولا كلكم مستخبيين. مجدي عبد الغني رد وقال هو عارف ان كلنا ذكر، هو عارف ان في المجلس في ذكر. مجدي عبد الغني قال لك مرتضى منصور عارف ان في المجلس ذكر، بس اوقات الصمت بيبقى ابلغ من الكلام. كلمه هو عارف ان في ذكر دي ممكن يعني يتاخد عليها مخالفه من مرتضى منصور، ممكن نشوف رد فعل مرتضى منصور. بس قبل ما اكمل الموضوع عن مجدي عبد الغني، بصراحه النادي الاهلي ده يا جماعه حاجه مهوله، وقناه النادي الاهلي قمه الاخلاق وقمه الاحترام. النهارده كان فيه مستضيفين ابراهيم حجازي، بيطلع كل حد تقريبا على قناه النادي الاهلي النهارده بيتكلم عن الالفه والود والمفروض نبذ التعصب والفتنه بين جماهير النادي الاهلي وجماهير نادي الزمالك، وجابوا اغنيه بتاعت صباح بين الاهلي والزمالك محتاره والله. ده الحيادي، مش هقول حيادي لان دي قناه فئويه وقناه النادي الاهلي، بس اقول دي الاخلاق، دي التربيه اللي احنا عايزين نربي عليها جماهير النادي الاهلي. والجماهير المصريه المفروض تطلع بنفس المنطلق، انت شجع فريقك زي ما انت عايز وانا شجع فريق زي ما، مباراه انتهت خلصت. ده كانت بنشجع فرقتنا خلال ال 90 دقيقه، انتهت خلصت، ولو حتى عاوزين نفرح او نهزر مع بعض يبقى هزار لطيف. مش بقى الموضوع اتحول لسخافات وبقى حرب وسوشيال ميديا ومن مسؤولين بتهاجم بطريقه بشعه. نرجع تاني لمجدي عبد الغني، اتكلم عن اتحاد الكره وقال لك نادي الزمالك بياخد حقه، ولما شفنا النادي الزمالك له حق في مباراه تاجيل المقاولين وقلنا ان لازم يلعب مبارياته قبل، طالما هيلعبها مباراه مؤجله قبل اللقاء مع النادي الاهلي هيبقى متساويين في مبارياتهم في الدوري، وقلنا ده حقه اجلنا له المباراه. اما بالنسبه لقرار او طلب مرتضى منصور وان حكام اجانب، قال لك من حقه يعني، وتوضح نقطة، قال لك إن في قرار من رئيس الوزراء من أيام كمال الجندوري إن مباريات القمة الأهلي والزمالك لازم تتلعب بحكام أجانب. ومع ذلك السنة اللي فاتت لعبوا بمحمد الحنفي أدار مباراة الأهلي والزمالك. المهم قال لك من حقه زي ما بيراميدز من حقه يجيب حكام أجانب لمبارياته الخاصة بيه أو مباريات الفرق التانية اللي هيلعبها، فمن حق نادي الزمالك وله كل الحق انه يجيب حكام اجانب ويلعب. واتكلم عن مؤتمر نبذ التعصب، قال لك مؤتمر نجح بكل المقاييس والعالم كله اتكلم عنه، اتكلم عنه لانه اتكلم عنه ده كلام مجدي عبد الغني، لكن كلام انا بقى
كلام عنه لأنه مرتضى منصور بدل ما نوقد الفتنة والتعصب هاجم كل الناس، هاجم سعد عبد الحفيظ وهاجم الخطيب وهاجم مجلس إدارة النادي الأهلي، هو ده اللي نجح من وجهة نظر مجدي عبد الغني. أما بالنسبة لعدم شغل مجدي عبد الغني في التحليل الرياضي، طلع مجدي عبد الغني قال لك من ساعة موضوع الفيديو إياه اللي اتسجل وهم بين حازم وميدو ومجدي عبد الغني، في بيقول لك في حد مستقصدني، انا كنت طالع بسرعه الصاروخ من وقت لاموري في زوري رمز الجلال، لكن الناس عاوزه تعرقل مسيرتي ولقوني طالع زي الصاروخ فقالوا يوقفوني. ده بالنسبه لمجدي عبد الغني. نرجع بقى للمفاجاه اللي بالنسبه لي على الاقل هجوم بطريقه مستحيله، صعبه صعبه صعبه، يعني ما تتوقعش الالفاظ او الكلام اللي هتسمعوه حالا من هذا الإعلام الجهبذ. كتب في البداية علق على مباراة، علق الإعلامي هو عبد الناصر زيدان. عبد الناصر زيدان من خلال صفحته الرسمية على موقع التدوينات القصيرة تويتر هاجم مرتضى منصور بضراوة وسماه اسم، قال لك بهلول، مسمي مرتضى منصور من خلال التدوينات اللي هو بيكتبها إنه مرتضى منصور بهلول، وعلق وقال افرح يا مصر بمناسبة إيقاف أو تغريم نادي الزمالك 200,000 جنيه وتحويل مرتضى منصور للجنة الانضباط. قال عبد الناصر زيدان افرح يا مصر الحجارة نطقت، بيشبه اتحاد الكرة بالحجارة، وقال لك اتحاد الكرة المصري يحيل رئيس الزمالك إلى لجنة الانضباط مع تغريمه 200,000 جنيه بعد الإساءة لرئيس وأعضاء اتحاد الكرة. يعني اتذكر طلع ورد عليك يا مرتضى، بس يا رب يكملوا المشوار وما تخلصش في قعدة عرب وعشوة على بلكونة. دي أول تغريدة، ولحد كده ممكن دي يعني دي بحاجة بسيطة كده من الحاجات اللي بيقولها عبد الناصر زيدان على صفحته، وشايف إن الموضوع بين الزمالك واتحاد الكرة هيخلص بمكالمة تليفون أو قعدة كده، قعدة ودية وبتاع، الموضوع هينتهي. قال لك بقى إيه، اللي عايز السيخ المحمي يدخل في صرصور ودن بهلول يطلع من لبريبه يثبت حضور هنا من فضلكم. وعلق وكتب هذا البوست للتوثيق. قال لك هذا البوست للتوثيق، قال لك انتهيت للتو من تحرير محضر رسمي ضد رقم هاتف يدعى دودو تمتلك سيدة تعمل لدى بهلول الملعون، حيث جاءني من خلال هذا الرقم رسالة من سيدة تهددني برفع قضايا ملفقة علي ما لم أترك بهلول ومن معه. على الرغم من أن برنامجي الآن في أجازة لحين عودة قناة LTC للبث من جديد، ما خفناش من بهلول وزبانيته وكل تهديداته، زق علينا مرة من نوعيته يفكر إننا بنخاف. عموما كويس إننا مصدر رعب دائم لبهليله وحريمه، وسأنتظر نتائج التحقيقات من قبل مباحث الإنترنت، ولما أشوف أخرتها معاك إيه يا صندوق زبالة الرياضة المصرية. ده كان تعليق أو أحد تعليقات عبد الناصر زيدان. وقال لك بقى ايه تاني، ده حاجه يا ده موضوع يعني حاجه صعبه. قال لك بهلول بيخطط للانتقام من خصومه بمساعده النسوان، علشان وجد رجالته خرنجاته مش قادرين يسكتوا كلمه الحق، قال لك يزق علينا النسوان يمكن يجيبوا نتيجه. على فكره ده طبيعي جدا، لان هو اصلا ملك الكذب والتلقيح وكلاهما شغل نسوان. قال لك بقى بخصوص ايقاف قناه المحور، او بخصوص برنامج ايقاف برنامج الزمالك على قناه المحور لمده شهر، قال لك الطبيعي بعد وصله الردح اللي حصلت ضد محمد الحنفي الدوله تجيب بهلول وتعلقه من لبليبه لانه ناقص ربايه. للاسف اكتفى المجلس الاعلى للاعلام بايقاف البرنامج شهر ومنعه، ومنع بثه تحت اي مسمى، خليكوا دلعوا فيه كده لغايه ما يولع في مصر. ده كان احدى تعليقات عبد الناصر زيدان، ده طلع جامد يا جماعه. اتكلم بقى عن موضوع خالد الغندور والحاجات اللي كان بيتكلم فيها احمد جمال، وان بطولات الاهلي حرام، وان الحكام بتجامل النادي الاهلي ومشاكل النادي الاهلي، والناس مضطهدين، مصر كلها والعالم كله جاي في مؤامره كونيه ضد نادي الزمالك. علق عبد الناصر زيدان وقال لك ايه، كل واحد فاشل ومتخلف مش عارف يصل للاهلي وارقامه القياسيه يطلع علينا ويقول لك بطولات حرام وبالحكام، وانت كنت فين لما كان افاك مهري هزايم وكنت ساكت ليه طول عمرك على الحكام والحرام؟ للاسف رئيس نادي همجي وزباله ويتنفس قذاره وكذاب، واللي يمشي وراه اهبل منه. دي كانت احدى تعليقات عبد الناصر زيدان على مرتضى منصور واللي حصل لمرتضى منصور من اتحاد الكوره والغرامه بتاعت نادي الزمالك،
وكلام يعني شكله هيدي ممكن يكمل معانا عبد الناصر زيدان، او تعليقات عبد الناصر زيدان ممكن تكمل معانا الفترة الجاية بعد توقف خالد الغندور واحمد جمال. ده موضوع يا جماعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.